برحب بحضراتكم مرة تانية، وخليني أروح مع حضراتكم لسكايب. الحقيقة مهم جدا، حوار مهم جدا مع واحد من أفضل المدربين في التاريخ. طبعا بنتكلم على سفين جوران إريكسون، مدرب المنتخب الإنجليزي ومانشستر سيتي السابق، ده غير طبعا مسيرة تدريبية كبيرة رائعة في السويد والبرتغال وإيطاليا وغيره. هنتكلم معاه في كلام كتير على شاشة قناة الأهلي. برحب بيك في برنامج السادسة. شكرا جزيلا الشكر، إنه لمن من دواعي الشرف أن أكون معكم اليوم. خليني أبدأ مع حضرتك من أنه كنت أول مدرب أجنبي يتولى تدريب منتخب إنجلترا، وإحنا بنتكلم على طبعا إنجلترا هي أقوى دولة فيها طبعا كرة عالمية، طبعا بنتكلم على أقوى كمان دوري في العالم. كان وقتها كنت شايف الموضوع ده إزاي؟ كان إحساسك إيه وإنت أول مدرب أجنبي يقود منتخب إنجلترا أو يتم تدريب منتخب إنجلترا؟ كنت طبعا في غاية السعادة حين حصلت على العرض وأن أقوم بتدريب الفريق القومي الإنجليزي، لأنه أحد أكبر الفرق على مستوى أوروبا وعلى مستوى كرة القدم بالتأكيد. ولذا كانت سعادتي بالغة، وكان من دواعي الشرف والفخر لي. لما بنتكلم على الدوري الانجليزي وقد ايه، طبعا احنا بنتكلم ان هو اقوى دوري في العالم وفي فرق كبيره جدا، ليفربول ومانشستر سيتي وحتى ارسنال، طبعا كلها فرق قويه جدا، ولكن لما بنيجي نبص على منتخب انجلترا بنلاقي انه مش على نفس القوه دي، مش بيقدم افضل حاجه، يعني غايب عن البطولات بقاله فتره كبيره جدا. يعني ايه السر في ده؟ قبل كل شيء أنت على الصواب سيدتي. البطولة الإنجليزية هي الأكبر على مستوى العالم وبها اللاعبين كبار، ولكن كما تعلمين العديد من هذه النجوم التي تلعب لهذه الفرق هم أجانب، وبالتالي لا يمكن ضمهم إلى الفريق القومي. هذه أحد الأسباب. والسبب الآخر هو أنهم يلعبون مباريات متعددة، عديد من المباريات في الموسم الواحد، وبالتالي ما يجعلهم قد يعني نقول متعبين إلى أن يلعبوا للفريق القومي. والأمر الثالث هو أن المنافسة ذاتها هي منافسة كبيرة جدا، ومن الصعوبة اليوم أن نكسب كأس العالم على مستوى الذي نحن عليه الآن. على ذكر طبعا اللاعبين الاجانب، انا لازم اسالك على نجاح النجوم العرب طبعا في الدوري الانجليزي، يعني ايه رايك فيهم، سواء صلاح مع ليفربول او طبعا محرز مع السيتي او زياش مع تشيلسي؟ نعم، دعونا نبدا بالحديث عن احدهم. هم كلهم لاعبين مميزين، ولكن صلاح قبل كل شيء هو من معدن مختلفا تماما. يبدو ايضا انه ليس فقط كلاعب ولكنه كرجل، يبدو انه على مستوى خلق عالي، وان كنت لم اتعامل معه مباشره من قبل، ولكن الطريقه التي اراه يتفاعل بها مع الجمهور، مع الجرائد، مع زملائه، وكذلك من الناحيه الفنيه وما يقدمه وقدرته البدنيه، وكذلك إنه يقدم كل ما لديه كلاعب كرة وكإنسان. وبالتالي بالنسبة لي اليوم هو أفضل ثلاثة لاعبين على مستوى العالم. وإن كان لدي فريق الآن في يومنا هذا، إنه لمن المؤكد أني كنت سوف أضمه مهما كان السعر، قبل ميسي وقبل رونالدو، قبل سلابا، قبل نيمار، قبل أي أحد آخر من هذه الأسماء. لأنه حين يكون لديك صلاح كفريق، لديك كل شيء، لديك لاعب ولديك ناجح. مين لاعب من الجيل الحالي في الدوري الإنجليزي كنت تحب أنك تدربه؟ إنجلترا يتغير العديد من اللاعبين اليوم، وهناك العديد من الشباب الذين انضموا إلينا من دول مختلفة، ولكن ما أرى أن إنجلترا حتى هذا المستوى هي على مستوى جميل،
سوف نرى سويا ماذا سوف يحدث الصيف القادم. انجلترا فريق يعني يتحدث عن فريق لديها حراس مرمى جيدين، لديهم لاعبين وقدرات كثيرة في الفريق، وكلهم أيضا قادرين على الدفاع المضاد، وبالتالي انجلترا لديها فريق الانجليزي لديه مستقبل باهر سيدتي. يعني شايف ان منتخب انجلترا الحالي قادر على تحقيق البطولات ويعوض بقى منتخب انجلترا على الفتره اللي فاتت اللي كانت بدون اي بطولات؟ أأمل في ذلك، وإن كنت لست متأكدا حتى يومنا هذا، لأننا هناك العديد من الفرق الكبرى التي تلعبين أمامها مثل ألمانيا وأسبانيا وإيطاليا، وبالتالي هو ليس فرصة جيدة حاليا. خليني أسألك على توقعاتك لشكل المنافسة على الشامبيونز ليج في الموسم الجديد، من الفرق الأكثر المرشحة للفوز باللقب؟ نعم، كدائما لدينا الريال مدريد وبرشلونة، ولكن الاثنين ينازعون الآن في هذه اللحظة، إن كنت أود أن أتحدث بصدق. لديك أيضا فريق قوي في إنجلترا، ولديك ليفربول أقصد، والمانشستر سيتي أيضا، ولا أعتقد أن هناك فرق أخرى يمكنها أن تكسب الشامبيونز ليج حتى الآن، ولكن هناك أيضا احتمال أن يكون أفضل هذه الفرق هو ميونخ، لأنه ما رأيناه منه السنة الماضية قد يعني أرانا أنهم على استعداد بدني وذهني وفني عالي. لو رحنا للكرة الإيطالية وليك خبرة طبعا في التدريب هناك، شايف إيه أسباب تراجع الكرة الإيطالية، وهل في أمل أنها ترجع زي زمان؟ الكرة الإيطالية التي رأيناها في التسعينات وفي الثمانينات أيضا كانت أفضل كرة على مستوى العالم، وكان بها أفضل لاعبين على مستوى العالم، وكل اللاعبين كانوا يود أن يلعبون لإيطاليا في ذاك الحين، وأنا شخصيا كنت مدرب فريق لاتسيو، وأعتقد أنها كانت أحد أفضل الفرق الإيطالية في ذاك الحين، ولكن تدريجيا وببطء مع شديد يعني وصلنا إلى يومنا هذا، حيث أن كل اللاعبين المتميزين على مستوى العالم يرغبون في اللعب لفرق مثل ليفربول. أما إيطاليا والبنية التحتية التي لديهم الآن يعني على مستوى الفرق كلها كاستادات وهكذا، لديهم رانينج تراك صغير حوالين الملعب، والإمكانيات عامة أصبحت أقل مما هو متوفر في إنجلترا على سبيل المثال. هل ممكن نقول أن التتويج بالدوري مع لاتسيو كان من أغلى الألقاب في تاريخك؟ نعم، لاتسيو كان من أفضل الفرق التي دربتها، وأقصد بذلك أنه يمكنك أن تشير إلى أي من اللاعبين الذين كانوا يلعبوا معي، هم التي كنت أدربهم، هم كانوا الأفضل في حينها على مستوى العالم، وبالتالي كان من الشرف لي أن أدرب هذا الفريق في ذات اللحظة، وكان نعم سعادة كبيرة لي أن أكون مدرب هذا الفريق في هذه الحقبة، وما حققناه أيضا كانت يمثل الفترة الذهبية سواء للاتسيو وللاعبيه وكذلك لي شخصيا. بالحديث عن الكرة الإيطالية، في أنباء كتير أن يوفنتوس مش محتاج رونالدو الفترة اللي جاية، أو هيتم بيعه يعني قبل انتهاء عقده بسنة، وأن باريس سان جيرمان بيترقب طبعا أن هو ياخد كريستيانو رونالدو. هل شايف أنه يوفنتوس بعد رونالدو هيبقى ليه شكل تاني؟ هل صح أو خطوة صحيحة أن يوفنتوس يستغنى عن رونالدو في الوقت ده؟ أولا أنا لا أعلم إن كان رونالدو سوف يبقى أو يذهب إلى فريق آخر، ولكن
بالطبع سوف نفقد رونالدو لأنه لاعب قوي وكذلك هو هداف قوي. حين يلعب يحقق أهداف ولديه القدرة ولديه التركيبة البدنية، وبالتالي هو من الصعب الآن أن نجد له بديلا. ولكن ماذا سيفعلون؟ سيأخذون صلاح مثلا؟ أعتقد أنه ليس ما سوف يحدث يعني. ولكن هؤلاء اللاعبين الكبار زي رونالدو صلاح وهذه الأسماء اللامعة لا يمكنك أن تجد أمثالهم بسهولة، وبالتالي أود أن أقول أيضا أنهم من المستحيل أن تستعيدي عنهم. برأيك مين أفضل مدرب في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى حاليا من وجهة نظرك؟ إن أخذنا تحليل الموسم السابق نجد أن كلوب كان أفضلهم، وهو أفضل من قدم ليس فقط الموسم السابق ولكن مواسم أخرى، وأنا أحبه يعني. أنا شخصيا أرى أنه لديه الذكاء والفطرة وكذلك الجدية والنوعية الإنسانية، وبالتالي أنا من منظوري الشخصي أقول كلوب. شايف ازاي شكل المنافسه على الدوري الانجليزي الموسم ده؟ مين الاقرب للفوز باللقب؟ هل يستطيع ليفربول ان هو يفوز بالدوري مره ثانيه؟ اعتقد في ذلك نعم، لانه في نهايه المطاف هم اقوى فريق حتى الان، وبالتالي هم اقوى من مانشستر سيتي مثلا، ولكن من يعرف؟ في الاخر سوف نرى ماذا سيحدث هذا الموسم. كانت لديهم في الفتره الاخيره العديد من الاصابات، كانوا بدنيا مجهدين، حتى كباتن الفريق بدا انهم على اقل من مستواهم. كان موسم غريب عامه، وسوف نرى بعد كريسمس ماذا سوف يحدث في ماتشات فبراير ان شاء الله، ومن سيكون على مستوى الفت ان يقدم افضل ما لديه. لازم اسالك على رايك في ارسنال تحت قياده المدرب الجديد بالشكل الجديد ده، وكمان اذا كنت متابع لاعبنا المصري محمد النني لاعب ارسنال. نعم، إن نظرنا أعتذر، إن تذكرنا أرسنال حين كان يلعب ليس في نهاية فترة الحالية، ليس في الفترة الحالية ولكن 10 أو 15 عام، كان مانشستر يونايتد وأرسنال هما الاثنان يتحاربان للحصول على اللقب، وكانوا يلعبون كرة جميلة جدا. ولكن اليوم الحياة بالنسبة لمانشستر وللفريق الآخر هي نقول يعني حياة كروية صعبة، فمانشستر سيتي وتشيلسي ولاعبين وفرق اخرى تلعب بقوه، وبالتالي لا اعتقد ان ارسنال يمكنه تحقيق اللقب هذه المره هذا الموسم. ولكن لا زلت ارى ان المدرب الذي لديهم هو مدرب قوي، واللاعبين ان يلعبون بطريقه صحيحه، لكنهم من استصعب ان يفوزوا باللقب، وهذا هو يعني ما اراه حاليا. عايزة أعرف منك برضو إنه إحنا دايماً لما نتكلم على الدوري الإنجليزي بنقول إنه هو أقوى دوري في العالم، ومش بس من الناحية الفنية ولكن من الناحية الجماهيرية والأكثر متابعة. شايف إيه السر في ده؟ ليه سحب البساط من الدوريات الأوروبية الثانية سواء الليجا أو البونز ليجا أو غيرهم من الدوريات؟ ما أعتقده سيدتي أن الناس العاملين على البريمير ليج، الناس الذين هم على الكراسي والإداريين زي سكودامور، قاموا بعملهم بطريقة مناسبة ليقوموا ببيع البريمير ليج على مستوى العالم للقنوات وللمشاهدين. وإن نظرنا اليوم للتلفزيون، وأنا أريد أن يعني إن حاولت أبص على
التلفزيون وادور على ماتش حلو هلاقي ان في مئات الماتشات. ولكن ان ذهبنا لاي دوله زي الصين او اي دوله اخرى لكل ستجد في كل دوله من اي دول نزورها ان هناك فانز لليفربول وللفرق الانجليزيه. وهناك خلف هذا هناك مجهودات كبيره لمن قاموا ببيع وتسويق هذه الماتشات على مستوى العالم. واؤكد ايضا ان الكره ايضا التي تقدمها الكره الانجليزيه هي كره تقنيا قويه وبالتالي يرغب المشاهدين في متابعتها. شايف ازاي فيروس كورونا اثر على الكره بشكل عام او الرياضه بشكل عام في العالم كله، وهل هياثر على الميركاتو الشتوي اللي جاي؟ ما أعتقده هو أن الكرة عامة وليس الكرة فقط بل كل شيء في العالم تأثر بالكورونا. وإن سواء كنت رجلا سيدة غني أو فقير في الصين في إيطاليا في مصر أو في إنجلترا كلنا تأثرنا بموضوع الكورونا وكل شيء الآن متصل ببعضه. ما أتمناه في الله هو أن نستطيع يعني أن ينتجوا لنا تطعيم ضده، لأنه إن لم نحصل على علاج أو كيفية تخطي مشكلة الكورونا ونظرنا إلى العالم أجمع نرى أن الاتجاه هو اتجاه واحد وأن مع شديد الأسف الاتجاه وليس إلا الإيجاب. النهاردة هذه الليلة سوف يتم لعب ماتش ودي بين الدنمارك والسويد، والدنمارك كان لديهم 16 من لاعبيهم خارج الملعب بسبب الكورونا. ويعني من هنا يمكنك ان يعني ان نتساءل هل فعلا يعني يستحق الامر ان نلعب مباراه وديه حين ان 16 من اللاعبين مصابين وان كذلك كان مدرب الفريق السويدي غير موجود لاصابته ايضا بكورونا. فالامر صعب الان سواء كان صح او خطا ان نلعب. الأمر في مجمله وبالنسبة لي شخصيا الحياة على مستوى العموم هي يعني هي تدور حول الاستقرار. وعلى مستوى العالم ككل نود أن نصل إلى الاستقرار والخروج من هذه المحنة، لأن ما لدينا الآن يعني يؤثر على كل جوانب الحياة. بما أنك اتكلمت عن صلاح وتألقه مع ليفربول، عايز أسألك من وجهة نظرك تنصح صلاح بأنه يكمل مع ليفربول ولا ينتقل لنادي تاني في أوروبا؟ لا أعتقد أن صلاح لديه مشاكل على يعني على مستوى العموم في أن يجد أي نادي إن أراد، ولكن إن لعب اليوم لمانشستر أو لليفربول ليوفنتوس لريال لبرشلونة هو أفضل الأفضل وهو يعلم ذلك. ونحن نعلم أيضا أن على مستوى منافسته ليس فقط على مستوى المحلي بل أنه يتنافس دائما على الألقاب الدولية والشامبيونز ليج على الخصوص. فهو بالتالي يعني رجل سعيد ماديا ولديه استقرار يعني إحنا هو يستاهل كل قرش بيدفع فيه، ولكن أنا مش عارف هو عايز إيه يعني شخصيا. فسواء غير فريق أو لا هو في الآخر أفضل لاعب. لا أنا أتمنى طبعا أن يفضل في ليفربول، لكن لو حب يغير فريقه عليه أن يختار فريق بجد كبير، وهذا اقتراحي. بشكرك جدا سفان جوران أريكسون، كنت منورنا على شاشة قناة الأهلي، وأكيد الحقيقة يعني بنستمتع لما بنتكلم.